عن ايه؟ ده رقم ايه؟ 7. هرم بدون قاعدة. هرم علامة نصر دي ممكن 7 وممكن 8. التدرج بتاع التدرجات دي زي هرم سقارة بالظبط. حرف الفي دي علامة النصر. 8 ده رقم 8 وممكن يكون 7 ممكن يكون مثلث. بصي هو 7 و8 ايه؟ هو 8 هو قدامك. انت عايز ايه؟ اللي تشوفيه احنا موافقين عليه. كل واحد شاف فيكم اللي احنا كاتبينه ده من وجهة نظر مختلفة. ليه بقى ما عندناش ثقافة الاختلاف؟ ليه دايما الاختلاف عندنا بيفسد الود قضية؟ لان احنا ما عندناش اصلا حرية التعبير واخذ الرأي او حرية الرأي والرأي الاخر. مصر كلها مختلفة في الرأي. بقى كلها عندها اختلاف في الرأي، مفيش حد ثابت على الرأي. الاختلاف في الرأي ساعات بيفسد الود قضية؟ ازاي؟ ما هو ساعات هو كل واحد بيبقى مقتنع برأيه، فهو ما عندوش استعداد ان هو يسمعني اصلا. عمرك اختلفت مع حد وقلبت بخناقه؟ انا اصلا ما بتكلمش مع حد ما بيفهمش. انت ممكن تتخانق مع حد عشان تثبت وجهه نظرك؟ لو هو معاندني في رايي ان انا عايز اعمله وهو مش عايزني اعمله هتخانق معاه لو الراي ده عاجبني. حصلت قبل كده؟ كتير، حصل كتير. هو الناس عندنا انا مقتنع بده خلاص، يبقى لازم اقنعك بالقوه، لازم اقنعك بالقوه. كان الاول ممكن افرض رايي على حد ان انا لا ده الصح ده الصح ده الصح، ما بيقتنعش فخلاص بتعب انا نفسيا. ناقصين ثقافه فعلا. هي هو ده اللي ناقص مصر. لو كل واحد عنده ثقافه نفس اللي حصل دلوقتي خلاص يبقى مصر كلها تصلح ان شاء الله. يا حبيبي يلا ايه ما تركن انت على جنب. يلا ماشي انت عامل محل انا بقى قلت يا عم انت مالك انت مالك يا حبيبي مزوق. خلاص يلا ماشي يا جماعه. ادي واحد اهو ده عشان راجل لا مؤاخذه يعني. من زوق.